السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم على مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب المغربي. عم تتكلم على أقوى تشكيلة للمنتخب المغربي في مركز خط الهجوم أمام منتخب كونغو برازافيل. إذا تقدر تكون تشكيلة نموذجية بطبيعة الحال في مركز خط الهجوم للمنتخب المغربي أمام منتخب الكونغو برازافيل، تشكيلة نموذجية للمنتخب الوطني المغربي أمام منتخب الكونغو برازافيل، التشكيلة اللي هي مميزة صراحة، اللي ممكن تكون النخبة الوطنية أمام منتخب الكونغو برازافيل. تشكيلة بداو في مركز خط الهجوم، بداو بأمين عادي لاعب باير ليفركوزن اللي جوج ألقابات لعب البطولة الألمانية وكأس ألمانيا بطبيعة الحال، وكذلك خسارته النهائي أمام فريق أتلانتا الإيطالي بثلاثة ديال الأهداف لصفر فريق باير ليفركوزن. غنمشيو بطبيعة الحال عند اللاعب إلياس بن صغير لاعب موناكو الفرنسي اللي ممكن يبدأ كأساسي في لقاء الكونغو برازافيل بطبيعة الحال، لقاء اللي في الكونغو الديمقراطية. ممكن تكون إلياس بن صغير أول رحلة ديالو نادو الدول الحالة ضد إفريقيا بطبيعة الحال، شيء جيد أنه يدي تجربة كبيرة بطبيعة الحال. غنمشيو عند سفيان الرحيم اللي يقدر يلعب كرأس حربة بطبيعة الحال في هذه المواجهة ديال الكونغو برازافيل. وسفيان الرحيم عنده تجربة كبيرة في القارة الإفريقية ملي كان فريق الرجاء البيضاوي التشجيكين. شكرا لكم وإلى اللقاء.